قبيل شهر رمضان الكريم تشهد هذه القصبة المتواجدة ببلدة بوثلجة بولاية الطارف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين للظفار بقليل من لحم البقرة الخرفان وحتى اللحوم البيضاء وبأسعار متدنية. احنا بنقال ما من سوق راس من كل تعودوا علينا احنا في رمضان ديما نخفضوا بالأسعار كل عام عندنا هكا كل عام احنا ديما نهبطوا في رمضان مهما كانت الظروف سواء طالع اللحم ولا هبط اللحم ديما عندنا المهم ديما احنا نهبطوا في اللحم. اللحم ديما نهبطوا فيه وكثر خيرهم اللي راهم يجوا عندنا احنا بالنساء بالرجال بالولاد بالشيوخه بشويه بكل عندنا احنا وبارك الله فيهم وكثر خيركم وجزاك الله بخير. مبادرة هذا الجزار جاءت في وقتها حسب الزبائن الكثر الموجودين هنا علاوة على حسن استقباله لهم. اليوم من عنابة كل عام نجي هنا ومن نجي معدي داير من هنا لازم نزور البلاصة هذه. هذا تاجر الزجار هذا الله يبارك وجهه حسين اسعار تاعو ملاحه ثم تناول الجميع راك تعرف حاله زوالي درك وين يلقى دورو طايح يمشي. قلنا الحم مليح يعني ما فيه لا الفلاضه وران الاسعار معقوله هذا هو الشيء اللي جيبنا هنا. بارك الله فيك ويرحم ولديك وصحة رمضانكم. واللي ما عندوش يدي واللي عنده يدي هاو قدامي درك والله العظيم اللي انا وصحيبي مش أنا وصحيبي حبيبي اللي عنده يدي اللي ما عندهش يدي. أصحاب الدخل الضعيف يجدون في هكذا فرص مناسبة لاقتناء ما يحتاجونه وفق ما يستطيعون ماديا.